ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كله بخير. قبل ما ادخل في موضوع الجيف اواي، في موضوع جانبي كده عايز اخد رايكم فيه. انا دلوقتي ماسك 3 صفحات، تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، وضيف عليهم الديسكورد، ده غير طبعا الكلايمب. انا عايز اطلع السيزون ده تشالنجر، انا دلوقتي وصلت لدايموند 3. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ انا عايز ناس تساعدني انها تشغل الديسكورد وتنمي بيه، ويكون شغلتها انهم مهتمين بالديسكورد. طيب ده مقابل ايه؟ انا حاليا ما اقدرش اديك اي مقابل لاي حاجه، لان انا اصلا ما باخدش حاجه من اليوتيوب ومن اي حاجه اصلا، وكل الصرف اللي انا بصرفه بيكون من معايا. بس كل اللي انا اقدر اقوله اني بجتهد والمستقبل مفتوح قدامي، وان شاء الله اللي جاي خير. لو عجبك الكلام وحابب ان انت تكون دراعي اليمين، كلم ديسكورد نتعرف على بعض وان شاء الله خير. خش في موضوع الجيف اواي النهارده 10/9، ده مع التسليم الجيف اواي بتاعت اليوتيوب. وقت ناس تعمل لايك وتفعل الجرس، واعرفك ليه الجرس مهم، يعني مهم جدا كمان، هعرفك بعدين. وبالنسبة للديسكورد، جيف اواي لسه شغالة لحد الساعة 12، وهيكون في تأجيل عشان المنافسة قريبة من الشباب هناك، يعني مولعة الدنيا. نتفاهم معاهم ان التأجيل هيكون من يومين لحد 5 ايام. نرجع لمسابقة اليوتيوب، الأسامي زي ما انتم شايفين كده في الصورة، وعملت كومنتات اللي نزلت لحد يوم 15 الشهر اللي فات، 15/8 لحد النهاردة يوم 10. ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني الناس عملت احلى وجايب معايا في الكومنتات، حتى لو حد كتب كومنت واحد خدته برده مش مشكله. زي ما الصوره موضحه ان في ناس التزمت بالكومنتات وفضلت تعمل كومنت يومين على الفيديوهات. وهنا بتيجي ميزه الجرس، فعل الجرس عشان لما ينزل الحلقه يجي لك اشعار ويفكرك ان في حلقه وفي جيف اواي والكلام ده كله. تعمل كومنت واحد على فكره ساعات بيفرق، يعني الكومنت ده ممكن يكسبك اصلا. ما تنساش ليها اللايك، اللايك ده بالحب عشان منك جيف اواي وتستخسر فيها اللايك، يعني انا ضحك. طيب ممكن انت بقى شوية بيع الجمدان يا اهلي، هتشيل وان شوت دي هنا ودي هنا عشان الاتنين ما يموتوش. اخطأ اقول لك حد هنا غير ما بتعمل ده، مش كعادي صح؟ قصدي اهلي بعيد السليب الواد. لازم نعمل 9 ايونية رغم اللي جبتوه. حلو، راوند الجارفة ده يتماتش النري كده كده. انا مش هحتاجك كده، ارميك عشان شن روند الجاي انا هرفع ليفل. هو مين اللي بيفوكسها دي؟ مين اللي بيفوكسها؟ اتحركي الهوي، حركي يا جدعان. ايه ده؟ فضلت تقف لحد ما تشات وان شوت. لول الله، نحط حاجة على فارما كلها. دي جميلة دي. المفروض انا ليفل 8 ماشي، ناقص لي شن بس.
اللي هو شن محسوب باتنين ولا ايه؟ هو ليه 7؟ طب ما في عيون ايه؟ المفروض كده 8 مش 7. واحد بيلعب بشريمة و باتجيست، لازم نشن، بس أنا مش هينفع أرول غير لما نوصل في 9، ده كده بقى نرول براحتي. ايتمات شن جامدة أوي. يعني هي دي بج ولا ايه؟ مش فاهم. يلا باي باي. ايه ده، هو سون مش عايز يموت ليه؟ لول سون مش عايز يموت. ده بلوك كام دامج ده؟ 14000 دامج. ايه ده؟ انا مش هتخض ولا هرول بسرعة، انا هصبر كده كده معايا جول على الهادي على الهادي. لسه خلي دي هنا. انا عايز دي تركز مع الاهلي، بتركز مع، لان تقريبا كده كل ما تاخد كلات كل ما تطلع في الاتاك سبيد بسرعة. ايوه صح كده، عمل لها ستان صح كده برضه. ماتوا كلهم اهلي، مات اهلي، اتشالت وان شوت من كوين. الخرا ده ماشي الهادي برضه. هو انا المفروض ناقص لي شن، بس احط شن يبقى انا كده معايا 9. اخد امبلم يعني جاست ان كيس، يعني ما اتحسبتليش امبلم مش هاخدها. لا ماشي، كده ما فيهاش حل تاني، لازم نشن نشن نشن. ماشي نشن، ان حالف ما يجيش. الضحك اللي حصل ده بقى ضحك فعلا. عشان بنخسر انا مش قادر اتخيل ان انا عطلان علشان، بس انا مش قادر اتخيلها دي، انا مش قادر اتخيلها بجد ان انا عطلان علشان.
بس انا لو جبت شن برضه هيبقى 8 يونيو، لان هم حاسبين لي دي وهي مش لازم كمان واحده امبري. انا كويس اني خدت بالي اصلا. كويس اني خدت بالي كنت العب على السورسرز، انا اجيب حد سورسرز كمان، بس انا محتاج شن برضو علشان الفرونت لاين. هنشوف هنشوف، بس حاجات كتير اوي غلط. انا لو هحتاج اشيل ايونيا عايز اشيل ده وده، ده ملوش لازمة، ده معايا ده منظر. والله العظيم ده احسن، والله ده احسن. بص ده تانك احسن بكتير. ان هو يا عم مت ولا لسه؟ واحد اتش بي، واحد اتش بي. لول ايه بقى؟ يا نهار ابيض، المعلم كان مديني بتاع عشان بس ايه الواحد ما يتعبش. من هنا تجيب الايتمات بتاعتك الحاجة زي ما هي، راح نخسرنا كتير. الحمد لله رفع ليفل 2 كده، مفيش اقوى من كده خلاص. حظك يا اخي تسلمي رجا. موت بقى قبل ما احنا نموت يا ابني، حرام عليك. ويل بلاي ويل بلاي. اخد مركز ثالث على الاقل، رب ده يخسر. الحمد لله خسر مركز ثالث. يعني هو الواد ده قوي قوي كده ماسيا وسلاير. غالبا يعني هنلعبه هو المرة الجاية. انا هلاعب ده يا رب، يا رب تموت الخرا دي، يا رب تموت فيورا، يا رب تموت فيورا. صرت فيورا بروكن بأمانة، يعني فيورا بروكن. جي جي مركز تاب، خلي مركز تاب.